أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ كان للعلماء ولا سيما لعلماء القران الكريم حظوه ومكانه عاليه في بلاط عمر رضي الله عنه سواء كانوا شبابا او اطفالا او كبارا. هناك روايه في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينه بن حصن بن حذيفه فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا او شبانا فقال عيينة لابن اخيه: يا ابن اخي هل لك وجه عند هذا الامير؟ فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم ان يوقع به. فقال له الحر: يا امير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا أي عيين من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله انتهت الرواية ذكر الخليفة الأول رضي الله عنه واقعة، فقال: ذات مرة جاء شخص ثري إلى بلاط عمر رضي الله عنه، واستنكر جلوس طفل عمره عشرة سنين هناك، وقال في نفسه: ما شأن غلمان صغار مثله في بلاط عظيم كهذا؟ ثم صدف ان سخط عمر على تصرف صدر من ذلك الشخص وطلب الجلاد فنادى الطفل المذكور باعلى صوته والكاظمين الغيظ وقرا واعرض عن الجاهلين وقال هذا من الجاهلين تغير لون وجه عمر رضي الله عنه إلا أنه سكت فقال أخو هذا الشخص: انظر لقد أنقذك الطفل نفسه الذي استهنت به. كيف كان عمر رضي الله عنه يقوم بتربية الأطفال؟ هناك رواية بهذا الخصوص كما يلي: عن يوسف بن يعقوب قال قال لي ابن شهاب ولاخ لي وابن عم لي ونحن صبيان احداث لا تحقروا انفسكم لحداثه سنكم فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا نزل به الامر دعا الصبيان فاستشارهم يبتغي حده عقولهم في غزوة أحد لما تغير الوضع بشكل فجائي وتعرض المسلمون لخسارة كبيرة أظهرت غيرة عمر رضي الله عنه حين نادى أبو سفيان ثلاثا أفيكم محمد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من الرد عليه ثم قال ثلاثا أفي القوم ابن أبي قحافة ثم سأل ثلاث مرات أفي القوم ابن الخطاب ثم أقبل أبو سفيان على أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه أن قال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددتهم لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال مره ينتصر فريق واخرى فريق اخر <applause> ثم كيف كان عمر حذرا بخصوص الحفاظ على اموال بيت المال يتضح ذلك من خلال روايه عن زيد بن اسلم انه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا اعطاه احد في الكاس فاعجبه فسال الذي سقاه من اين هذا اللبن فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعم من نعم الصدقه وهم يسقون فحلبوا لي من البانها فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستسقاءه لأنه من أموال الزكاة فلن يشربه. عن ابن البراء بن معرور أن عمر خرج يوما حتى أتى المنبر، وقد كان اشتكى شكوى له فنحت له العسل، وفي بيت المال عكة، فقال: إن أذنتم لي فيها أخذتها، وإلا فإنها علي حرام. فاذنوا له فيها كان عمر رضي الله عنه شديد الحفاظ على اموال بيت المال ولقد ذكرت هذه الواقعه الداله على ذلك من قبل ايضا واذكرها هنا باختصار كان عمر يسوق بكرين من الإبل إلى الحمى في ظهيرة شديدة الحر حتى لا يضلا، فرآه عثمان فقال: هلم إلى الظل ونكفيك. فقال عمر: عد إلى ظلك، فهذا عملي ويجب أن أقوم به. ولقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة فقال: لقد أعطى الله المسلمين المال والعز حسب وعده ومع ذلك لم يغفلوا عن الإسلام وهنا يوجه حضرته أفراد الجماعة بألا تغفلوا عن دينكم وعن تعليم الإسلام وعن أداء مسؤولياتكم فيقول فقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان جالسا في قبته ذات يوم وقد أنهكه الحر الشديد بحيث لم يقدر على فتح بابها فقال لخادمي انظر إلى شخص يسير في الحر الشديد فلم تمض برهة إلا وقد اقترب من قبتي فعرفت أنه عمر فقلقت وقلت له ماذا تفعل في هذا الحر يا أمير المؤمنين؟ قال أبحث عن بعير فقد من بيت المال يقول المصلح الموعود اخبر الله تعالى بقوله على الارائك ينظرون ان هؤلاء سيراقبون مهماتهم دائما رغم جلوسهم على الارائك فلن يجعلهم رخاء الدنيا ونعمها كسالى ولن يدفعهم جلوسهم على الارائك الى النوم والكسل بل سيكونون فيها يقظين حذرين يراقبون حقوق الناس ويؤدون واجباتهم احسن اداء. وهناك روايه عن اقامه عمر رضي الله عنه مبدا المساواه وهي عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب اختصم اليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. عن أنس أن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم. قال: عذت معاذا. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته. فجعل يضربني بالصوت ويقول انا ابن الاكرمين فكيف تجرؤ على ان تسبقني فكتب عمر الى عمرو بن العاص يامره بالقدوم ويحضر ابنه معه فقدم فقال عمر اين المصري خذ الصوت فاضرب فجعل يضربه بالصوت ويقول عمر اضرب ابن الاكرمين قال انس فضرب فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فلما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه ثم قال عمر للمصري ضع الصوت على صلعة عمر فقال يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد استقدت منه فقال عمر لعمر متى استعبدتم الناس؟ وقد ولدتهم امهاتهم احرارا قال يا امير المؤمنين لم اعلم ولم ياتني هذا المصري مره جاء عمر رضي الله عنه مال فجعل يقسمه بين الناس فازدحموا علي فاقبل سعد بن ابي وقاص يزاحم الناس حتى خلص اليه فعلاه بالدره وقال انك اقبلت لا تهاب سلطان الله في الارض فاحببت ان اعلمك ان سلطان الله لن يهابك كم كان عمر يتحلى برحابة الصدر. هناك رواية بهذا الخصوص تقول: كان عمر رضي الله عنه يخطب فقال: أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه، فقام له رجل وقال: والله لو راينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا الحمد لله الذي جعل في هذه الامه من يقوم اعوجاج عمر بسيفه قال سيدنا عمر رضي الله عنه اثناء الخطبه اعينوني على نفسي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحضاري النصيحه ثم قال في موضع: أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي. ويروى قول سيدنا عمر رضي الله عنه: إني أخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تهيبا مني. ذات يوم جاءه رجل فقال له على رؤوس الاشهاد اتق الله يا عمر فغضب بعض الحاضرين من قوله وارادوا ان يسكتوه عن الكلام فقال لهم عمر لا خير فيكم اذا لم تقولوها ولا خير فينا اذا لم نسمعها اي قال له لا تقل هكذا فقط بل يجب ان تبين امرا معينا تريده ذات يوم وقف عمر رضي الله عنه يخطب في الناس فما كاد يقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا حتى قاطعه أحدهم قائلا لا سمع ولا طاعة يا عمر فقال عمر بهدوء لما يا عبد الله قال لأن كلا منا أصابه قميص واحد من القماش لستر عورته فقال له عمر مكانك، ثم نادى ولده عبد الله بن عمر، فشرح عبد الله أنه قد أعطى أباه نصيبه من القماش ليكمل به ثوبه، فاقتنع الناس كلهم، وقال الرجل: الآن السمع والطاعة يا أمير المؤمنين، فكان هناك بعض الجهلة من هذا القبيل، لكنكم لن تسمعوا أبدا مثل هذه الأقوال من لسان كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تلقوا منه تربية جيدة، بل كان يتكلم هكذا اولئك الذين اسلموا متأخرين، او الذين كانوا جهلة وغير متعلمين تماما. أما كبار الصحابة فلن تسمعوا من فمهم مثل هذا الكلام، بل كانوا مطيعين طاعة كاملة. إن الإسلام يمنح الحرية في الأمور الدينية، فماذا كان عمل سيدنا عمر رضي الله عنه عن ذلك؟ فهناك روايه عن ذلك انه بعد فتح الاسكندريه كتب حاكمها الى عمرو بن العاص اني قد كنت اخرج الجزيه الى من هو ابغض الي منكم معشر العرب اي الفارس والروم فان احببت ان اعطيك الجزيه على ان ترد علي ما اصبتم من سبايا ارضي فعلت فكتب عمرو بن العاص الى بلاط الخلافه كل الاوضاع فرد عليه قائلا اعرض على حاكم الاسكندريه ان يعطيك الجزيه اما الاسرى الذين هم عند المسلمين ينبغي ان يخيروا في ان يقبلوا الاسلام او يبقوا على دين قومهم فمن اختار منهم الاسلام فهو من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن اختار دين قومه وضع عليه من الجزيه ما يوضع على اهل دينه فجمع عمرو الاسرى وقرا عليهم امر عمر بن الخطاب فاسلم الكثير منهم كم كان محتاطا وحذرا في الحريه الدينيه فعن ذلك هناك حدث فذات يوم جاءت الى سيدنا عمر امراه عجوز نصرانيه كانت لها حاجه عنده فقال لها اسلمي تسلمي ان الله بعث محمدا بالحق فقالت انا امراه عجوز والموت الي اقرب فقضى حاجتها ولكنه خشي ان يكون في مسلكه هذا ما ينطوي على استغلال حاجتها لمحاوله اكراهها على الاسلام فاستغفر الله مما فعل وقال اللهم اني ارشدت ولم اكره فكان حذرا جدا ثم هناك واقعه انه كان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني اسمه اشق قال كنت عبدا نصرانيا لعمر فقال اسلم حتى نستعين بك على بعض امور المسلمين لانه لا ينبغي لنا ان نستعين على امور المسلمين بمن ليس منهم فابيت فقال لا اكره في الدين فلما حضرته الوفاه اعتقني وقال اذهب حيث شئت قصه شفقته ورحمته على الحيوانات قال الاحنف بن قيس وفدنا الى عمر بفتح عظيم فقال اين نزلتم فقلت في مكان كذا وكذا فقام معي حتى انتهينا الى مناخ ركائبنا فجعل يتخللها ببصره ويقول الا اتقيتم الله في ركائبكم هذه اما علمتم ان لها عليكم حقا الا خليتم عنها فاكلت من نبت الارض لقد راى سيدنا عمر بن الخطاب بعيرا تتبين عليه اثار المرض والعجز وعن سالم بن عبد الله قال قد وضع سيدنا عمر بن الخطاب يده عند جرح على ظهره وقال إني لخائف أن أُسأل عما بك. وهناك رواية عن أسلم قال: قال عمر: لقد خطر على قلبي شهوة السمك الطري، فرحل يرفأ راحلته، وسار أربعا مقبلا ومدبرا، واشترى مقتلا، فجاء به وعمد إلى الراحلة، فغسلها، فأتى عمر، فقال: انطلق حتى انظر الى الراحله فنظر وقال نسيت ان تغسل هذا العرق الذي تحت اذنها عذبت بهيمه في شهوه عمر لا والله لا يذوق عمر مكتلك قادم على عمر بن الخطاب وفد من العراق في يوم صائف شديد الحر وفيه الاحنف بن قيس ايضا وكان عمر متحجزا بعباءه يهنا بعيرا من ابل الصدقه فقال يا احنف ضع ثيابك وهلم واعن امير المؤمنين على هذا البعير فانه من ابل الصدقه فيه حق اليتيم والأرملة والمسكين. عن رد سيدنا عمر رضي الله عنه على قول يهودي: هناك رواية عن طارق، عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: اي ايه؟ قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يقرا حضرته الترجمه الارديه لهذه الايه. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم جمعه يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه عن ذلك ان يهوديا قال لسيدنا عمر ايه في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال اي ايه قال اليوم اكملت لكم دينكم فقال لليهودي كان لنا في ذلك اليوم عيدان عيد يوم عرفه وعيد الجمعه اقوال بعض الصلحاء بحق سيدنا عمر رضي الله عنه فعن اشعث قال سمعت الامام الشعبي يقول اذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع عمر، فإن عمر لم يكن يصنع شيئا حتى يتشاور. وعن الشعبي قال: سمعت قبيص بن جابر يقول: صحبت عمر بن الخطاب فما رأيت أقرأ لكتاب الله، ولا أفقه في دين الله، ولا أحسن مدارسة منه. وقال الحسن البصري: اذا اردتم ان يطيب المجلس فاضيفوا في ذكر عمر وعن مجاهد قال كنا نتحدث ان الشياطين كانت مصفده في زمن عمر فلما قتل وثبت في الارض وقد ورد ان سيدنا عمر رضي الله عنه كان ذواقا في الشعر ولم يكن ينظم الشعر بنفسه لكن كان يستمع له ويعجب به فعن ابن عباس قال خرجت مع عمر في بعض اسفاره فإنا لنسير ليله وقد دنوت منه إذ ضرب مقدم رحله بصوته وقال كذبتم وبيت الله يقتل احمد ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل يقرا حضرته الترجمه الارديه لهذه الابيات وما حملت من ناقه فوق رحلها ابر واوفى ذمه من محمد يقول المؤرخ الدكتور علي محمد الصلابي في كتابه عن سيدنا عمر واعماله وذوقه الشعري كان عمر رضي الله عنه اكثر الخلفاء الراشدين ميلا لسماع الشعر وتقويمه كما كان اكثرهم تمثلا به حتى قيل كان عمر بن الخطاب لا يكاد يعرض له امر الا انشد فيه بيتا من الشعر وقيل أنه خرج ذات يوم في لباس جديد فبدأ الناس يرنون إليه فأنشد لهم أبياتا: "لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها راكب يفد؟" الترجمة الأردية لهذه الأبيات يتابع الدكتور علي محمد الصلابي ما معناه كان عمر رضي الله عنه يحب أبياتا تترشح فيها أسوة الحياة الإسلامية، ولا تخالف معانيها ومفاهيمها تعليم الإسلام ومبادئه. كان يحض المسلمين على حفظ الأشعار الحسنة، ويقول: تعلموا الشعر فإن فيها مزايا يبحث عنها وفيها حكمة الحكماء، والهداية إلى مكارم الأخلاق. وما كان يكتفي بذلك فقط بشان منافع الشعر بل كان يحسبها مفتاح القلوب ودافعا لاثاره عواطف حسنه في جسم الانسان فقد وصف فضل الشعر واهميته بالقول بان احسن فن الانسان هو نظم بعض الاشعار التي يقدمها في حوائجه وبها يلين قلب كريم وجواد ويميل الى نفسه قلب اللئيم كان يحفظ الشعر الجاهلي ايضا برغبه وشوق لان لها علاقه قويه مع فهم كتاب الله وتفهيمه وقال ايضا ما مفاده احفظوا ديوانكم ولا تضلوا فساله الناس ما هو ديواننا قال عمر هو الشعر الجاهلي ففيها تفسير كتابكم اي القران الكريم ومعاني كلامكم ان قوله هذا ينسجم مع موقف تلميذه ومترجم القران عبد الله بن العباس ايضا حيث قال ما مفاده عندما تقرؤون القران ولم تفهموه فابحثوا عن معانيه ومفاهيمه في شعر العرب لأن الشعر ديوان العرب يقول العلامة شبل نعماني وهو كاتب السيرة المعروف في القارة الهندية في كتابه الفاروق عن ذوق سيدنا عمر رضي الله عنه الشعري مع أن شهرته بالنسبة للشعر والشعراء كانت قليلة بوجه عام ولا شك في أنه كان نادرا ما ينظم الشعر، إلا أنه كان ذواقا له ولا يمكن أن يهمل هذا الجانب من تاريخ حياته، فقد حفظ كثيرا من أشعار شعراء العرب المعروفين، وكانت له آراء خاصة في شعر جميع الشعراء، ويعترف مؤرخ الأدب عموما أنه لم يكن في عصره ناقد للشعر أفضل منه. وقد كتب الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين»: «كان عمر بن الخطاب أعلم الناس بالشعر، وقد بلغ تذوقه الشعري درجة أنه كان يستمع إلى الشعر، ثم كان يتذوق الشعر جيدا، وكان يقرأه مرارا. مع ان عمر كان بسبب انشغاله في امور الخلافه الهامه لا يجد فرصه للاهتمام بمثل هذه الموضوعات الا انه كان يحفظ مئات الابيات والتذوق الشعري كان من طبعه ويذكر مؤرخ الادب ان مدى حفظه للشعر قد بلغ حدا انه عندما كان يحكم في اي قضيه ينشد بيتا من الشعر كان عمر يفضل الاشعار التي تحتوي على معاني الاباء والحريه وشرف النفس والحميه والغيره، وبناء على هذا ارسل الاوامر الى امراء الاجناد وعمال المراكز ليهتم الناس بحفظ الشعر، وارسل هذا الامر الى ابي موسى الاشعري، مرهم بتعلم الشعر فإنه يدل على معاني الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب كانت هذه كلماته التي أرسلها إلى جميع الأقاليم علموا أولادكم العوم والفروسية وروا لهم ما سار من المثل وحسن من الشعر انتهى الاقتباس فقد كان من عادة العرب آنذاك أن الشعراء كانوا يذكرون أسماء النساء المحصنات علانية في أشعارهم ويشيرون فيها إلى حبهم، فقضى عمر على هذه الحادة تماما وقرر لها عقابا صارما كما قرر عقابا للهجاء، كما وسجن الحطيئة شاعر الهجاء المشهور بهذا الذنب. يتابع العلامة شبل نعماني قائلا إن أكبر شاعر في ذلك الزمن كان متمم بالنويرة الذي قتل خالد رضي الله عنه أخاه خطأ في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقد أحزن ذلك أخاه كثيرا فكان يبكي دائما ويرثي له وذات مرة جاء إلى عمر فقال له: أنشدني بعض ما قلت فيه، فأنشده مرثيته، فقال له عمر رضي الله عنه: لو كنت أقول الشعر لرثيت أخي زيدا، فقال متمم: ولا سواء يا أمير المؤمنين، لو كان أخي صرح مصرع أخيك لما بكيته، فقال عمر: ما عزاني أحد بأحسن مما عزيتني به. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في ذكر فضائل عمر رضي الله عنه ومناقبه: تظهر تدريجًا بعض الأحداث من النبوءات المتشابهة، وكان المأمول ظهورها دفعة واحدة، أو تظهر عن طريق شخص آخر، مثل نبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم، بأن مفاتيح كنوز قيصر وكسرى وضعت في يده، مع أنه من البين أنه صلى الله عليه وسلم توفي قبل تحقق هذه النبوءة، ولم يشاهد كنوز قيصر وكسرى ولا مفاتيحها، فلما كان من المقدر أن يفوز بهذه المفاتيح عمر رضي الله عنه، إذ كانت شخصية عمر رضي الله عنه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ظليا لهذا قد وصفت يد عمر في عالم الوحي بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عليه السلام في مكان اخر من الواجب الاعتقاد ان سيدنا الصديق الاكبر وحضره عمر الفاروق وحضره ذا النورين وحضره علي المرتضى رضي الله عنهم كانوا كلهم امناء الدين المتين حقا لو لم يكن ابو بكر رضي الله عنه الذي كان ادم ثاني للاسلام وكذلك عمر الفاروق وعثمان رضي الله عنهما امناء صادقين للاسلام لتعذر علينا اليوم ان نحسب ايه من ايات القران الكريم من الله تعالى وقال ايضا ما نصه علمت من ربي في امر الخلافه على وجه التحقيق وبلغت عمق الحقيقه كاهل التدقيق واظهر علي ربي ان الصديق والفاروق وعثمان كانوا من اهل الصلاح والايمان وكانوا من الذين اثرهم الله وخصوا بمواهب الرحمن وشهد على مزاياهم كثير من ذوي العرفان تركوا الاوطان لمرضاه حضره الكبرياء ودخلوا وطيس كل حرب وما بالوا حر ظهيره الصيف وبرد ليله الشتاء بل ماسوا في سبل الدين كفتيه مترعرعين وما مالوا الى قريب ولا غريب وتركوا الكل لله رب العالمين وان لهم نشرا في اعمالهم ونفحات في افعالهم وكلها ترشد الى روضات درجاتهم وجنات حسناتهم ونسيمهم يخبر عن سرهم بفوحاتها وانوارهم تظهر علينا باناراتها فاستدلوا بتارج عرفهم على تبلج عرفهم ولا تتبعوا الظنون مستعجلين ولا تتكئوا على بعض الاخبار إذ فيها سم كثير وغلو كبير لا يليق بالاعتبار، وكم منها يشابه ريحا قلبا أو برقا خلبا، فاتق الله ولا تكن من متبعها. وقال أيضا ما نصه: وأيم الله إنه تعالى قد جعل الشيخين والثالث الذي هو ذو النورين كأبواب للإسلام وطلاع فوج خير الأنام فمن أنكر شأنهم وحقر برهانهم وما تأدب معهم بل أهانهم وتصدى للسب وتطاول اللسان فأخاف عليه من سوء الخاتمة وسلب الإيمان والذين آذوهم ولعنوهم ورموهم بالبهتان، فكان آخر أمرهم قساوة القلب وغضب الرحمن. وإني جربت مرارا وأظهرتها إظهارا، أن بعض هؤلاء السادات من أكبر القواتع عن الله مظهر البركات، ومن عاداهم فتغلق عليه سدد الرحمه والحنان ولا تفتح له ابواب العلم والعرفان ويتركه الله في جذبات الدنيا وشهواتها ويسقط في وهاد النفس وهواتها ويجعله من المبعدين المحجوبين وانهم اي الخلفاء الراشدون اوذوا كما اوذي النبيون ولعنوا كما لعن المرسلون فحقق بذلك ميراثهم للرسل وتحقق جزاؤهم كائمه النحل والملل في يوم الدين فان مؤمنا اذا لعن وكفر من غير ذنب ودعي بهجو وسب من غير سبب فقد شابه الانبياء وضاه الاصفياء فسيجزى كما يجزى النبيون ويرى الجزاء كالمرسلين ولا شك ان هؤلاء كانوا على قدم عظيم في اتباع خير الانبياء وكانوا امه وسطا كما مدحهم ذو العز والعلاء وايدهم بروح منه كما ايد كل اهل الاصطفاء وقد ظهرت انوار صدقهم واثار طهارتهم كاجل الضياء وتبين انهم كانوا من الصادقين ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعطاهم ما لم يعط أحد من العالمين. <applause> ثم قال ردا على اعتراض للشيعة: ومن تظن من الشيعة ان الصديق او الفاروق غصب الحقوق وظلم المرتضى او الزهراء فترك الانصاف واحب الاعتساف وسلك مسلك الظالمين ان الذين تركوا اوطانهم وخلانهم واموالهم واثقالهم لله ورسوله واوذوا من الكفار واخرجوا من ايدي الاشرار فصبروا كالاخيار والابرار واستخلفوا فما اترعوا بيوتهم من الفضه والعين وما جعلوا ابناءهم وبناتهم ورثاء الذهب واللجين بل ردوا كل ما حصل الى بيت المال وما جعلوا ابناءهم خلفاءهم كابناء الدنيا واهل الضلال وعاشوا في هذه الدنيا في لباس الفقر والخصاصه وما مالوا الى التنعم كذوي الامره والرياسه ايظن فيهم انهم كانوا ينهبون اموال الناس بالتطاولات ويميلون الى الغصب والنهب والغارات اكان هذا اثر صحبه رسول الله خير الكائنات وقد حمدهم الله واثنى عليهم رب المخلوقات كلا بل انه زكى نفوسهم وطهر قلوبهم ونور شموسهم وجعلهم سابقين للطيبين الاتين ولا نجد احتمالا ضعيفا ولا وهما طفيفا يخبر عن فساد نياتهم او يشير الى ادنى سيئاتهم فضلا عن جزم النفس على نسبه الظلم الى ذواتهم والله انهم كانوا قوما مقسطين ولو انهم اعطوا واديا من مال من غير حلال فما تفلوا عليه وما مالوا كاهل الهوى ولو كان ذهبا كامثال الربا او كمقدار الارضين ولو وجدوا حلالا من المال لانفقوه في سبل ذي الجلال ومهمات الدين فكيف نظن انهم اغضبوا الزهراء لاشجار واذوا فلذه النبي كاشرار بل للاحرار نيات ولهم على الحق ثبات وعليهم من الله صلوات والله يعلم ضمائر المتقين ثم قال فالحق أن الصديق والفاروق كانا من أكابر الصحابة وما ألت الحقوق واتخذوا التقوى شرعة والعدل نجعة وكان ينقبان عن الأخبار ويفتشان من أصل الأسرار وما أراد أن يلفي من الدنيا بغية وبذل النفوس لله طاعة، وإني لم ألقى كالشيخين في غزارة فيوضهم وتأييد دين نبي الثقلين، كان أسرع من القمر في اتباع شمس الأمم والزمر، وكان في حبه من الفانين، واستعذبا كل عذاب لتحصيل صواب ورضوا بكل هوان للنبي الذي ليس له ثان وظهرا كالاسود عند تلقي القوافل والجنود من ذوي الكفر والصدود حتى غلب الاسلام وانهزم الجمع وانزوى الشرك وانقمع واشرقت شمس المله والدين وكانت خاتمه امرهما جوار خير المرسلين مع خدمات مرضيه في الدين واحسانات ومنن على اعناق المسلمين وهذا فضل من الله الذي لا تخفى عليه الاتقياء وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من اعتلق بذيله مع كمال ميله فان الله لن يضيعه ولو عاداه كل ما في العالمين ولا يرى طالبه خسرا ولا عسرا ولا يذر الله الصادقين الله اكبر ما اعظم شان سرهما وصدقهما دفنوا في مدفن لو كان موسى وعيسى حيين لتمناها غبطه ولكن لا يحصل هذا المقام بالمنيه ولا يعطى بالبغيه بل هي رحمه ازليه من حضره العزه ولا تتوجه الا الى الذين توجهت العنايه اليهم من الازل وخفت بهم ملاحف الفضل. ثم قال: ان التقدم الذي احرزه الاسلام فانما كان في زمن الصحابه الثلاثه صحيح ان ما انجزه سيدنا عمر رضي الله عنه هو عظيم لكن بانجازاته لا تقل درجه سيدنا ابي بكر رضي الله عنه مطلقا لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي كان قد وضع الاساس لتلك النجاحات وهو الذي قمع الفتنه الهائله فالمصاعب التي واجهها سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه في عصره لم يواجهها سيدنا عمر رضي الله عنه قط، فكان الصديق رضي الله عنه قد مهد الطريق، وبالسلوك عليه فتح عمر رضي الله عنه باب الفتوح، ثم كتب المولوي عبد الكريم كيفية قلب المسيح الموعود عليه السلام، أنه كم كان يكن حباً واحتراماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال المولوي رضي الله عنه ذات مره قال للمسيح الموعود عليه السلام احد الاخوه المتفاني في حبه لماذا لا نعدك افضل من الشيخين يعني ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ونعتبرك اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم درجه الله الله بسماع قوله امتقع وجه المسيح الموعود عليه السلام واستولى عليه اضطراب وقلق بشكل غريب واقسم بالله الغيور القدوس انني ازددت في تلك الساعه ايمانا بالمسيح الموعود عليه السلام لقد القى كلمه استمرت ست ساعات كامله وكنت نظرت في الساعه عندما بدا خطابه ثم نظرت فيها عندما انهاه فكان الخطاب قد استغرق ست ساعات كامله تماما ولم يكن هناك فرق دقيقه وان بيان موضوع ما متواصلا من دون انقطاع الى هذه المده كلها امر خارق في هذا الموضوع كله قد بين المسيح الموعود عليه السلام محامد وفضائل الرسول الكريم عليه افضل الصلوات والتسليمات وتحدث ان نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم هو نسبه احقر الخدام الى سيده وظل يتحدث عن فضائل الشيخين عليهم السلام وقال يكفيني فخرا ان اثني عليهما وانني تراب اقدامهما والفضل الجزئي الذي قد منحهم الله تعالى لا يمكن ان يناله احد الى يوم القيامه فمتى يولد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ثانية حتى تتاح لأحد فرصة خدمته التي أتيحت للشيخين عليهم السلام؟ انتهى هنا ذكر عمر في الخطب، وسأبدأ ذكر أبي بكر رضي الله عنه بتوفيق من الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اموالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله <أه> عباد الله رحمكم الله إن الله <سؤال> يأمر بالعدل <سؤال> <سؤال> واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَذُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ